فاروق في خمس شخصيات رح بتوجه لهم رسالة وخمس شخصيات رح توصفهم بكلمة واحدة. وننتقل إلى الصورة الأولى، الرسالة ماذا تقول للسيسي؟ السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الله في عونك، نحن معك، نحن نريد أن نتعامل معك بشفافية أكثر، نريد أن تختار معاونين على كفاءة عالية وما أكثرهم في هذا الوطن.